ولا ايش؟ ابغاش تخبي هذه العصا عندكم في البيت. عصا؟ عصا من؟ ما اعرف، لكن اكيد وراها سالفة، وسالفة كبيرة بعد. بس هذه عليها دم لكنه يابس. البارحة كان رطب، اكيد اللي رماها في حوشنا كان باغي يورط ابوي. يا سلام، وجايبتيها عشان اخليها عندنا في البيت عشان ابوي انا اللي يتورط. لا تصيري بايخه، انت عارفه انه هذا ما قصدي، واذا كنتي ما تريدي لا تزعلي، بس انا ما اعرف ليش لازم اخليها عندنا في البيت. ولا انا، هي فتره قصيره بعدها بنعرف كل شيء. يعني اذا كان المقصود توريط ابوش والعصا الدليل، فالعصا ما بحصلوها عندكم في البيت. بالضبط. بديت أخاف، أحس إن اللعبة أكبر منا. من باغي يلعب ومع من؟ في أشياء قصة تصير في الحارة هذه الأيام. عمي علي وعمي سعود وأبوش. وأبوش بعد أبوي. أبوي مو دخله، كلهم مو دخلهم، هم الحارة، هم رجال الحارة. بس أنا وين أخبيها؟ أخاف لأبوي يشوفها. لا تخبيها، خليها في أي مكان عادي، في أي مكان. وأنا أوعدش إني باكر بقي أخذها، ومن اليوم لباكر أكيد بيصير شيء. من عند الباب؟ أنا عمش سليمان يا بنتي. بنتي فاطمة عندكم؟ خير أبا. فاطمة يا بنتي تأخرنا على المستشفى. إن شاء الله أبا. زين، أنا سايرة تو، باكر بقي أخذ الأمانة. Thank you.
أنا سعود أبو شفاء. من؟ أنا سعود أبو شفاء. لا، أبوي قال إنه ساير عندك الدكان. زين نزلي أنت، تعالي باقي أكلمك شوية، تعالي نزلي. ما روم أهبط، قل وأنا هنا. سمعي كلامي ونزلي تحت ولا تراني بطلع لك فوق. يلا. مو باغي خبر يا بوش. قولي له سعود يقول لك عقل ولا تراني بفضح. سمعتي؟ مال أبوي إيش مسوي؟ هو يعرف. شيء عم زيف اشوفك ترقم الباب. ليش عمك علي ما داخل؟ لا موجود، بس هو ما صاحي. حد امس هجم عليه وضربه في راسه. اي نعم، وفتش البيت قرنه قرنه وما حصل شيء. الحمد لله ما شيء انسرق. حد هجم عليه؟ اي وضربه في راسه نعم من الخلف، ولما دخلت عليه لقيت دمانه سبايح. وما عرفته من اللي ضربه؟ مو دراني أنا من ضاربني، من دام هو وحده ما يعرف من ضاربني. سامح عم سيف، ما أقدر أوقف معاك أكثر من كذاك، لأنه هو موصلني أجيب له دواء وخاف أتأخر عليه. يا رب السلام. سويتها يا سود. عليكم السلام. سعود سويتها يا سعود، ضربت الرجال. سويتها؟ انا فكرك جاي تتاسف على الكلام اللي قلته. وبعدين من هو هذا الرجال اللي انا ضربته؟ من هو هذا الرجال؟ ها تسوي نفسك ما تعرف. علي. انا ما ضربت حد، ما حد يسويها غيرك يا سعود. هذه واحدة من أساليبك، تضرب من الخلف وتشرد لأنك ما تقدر تواجه. هذاك كان زمان، أما الحين فأنا أضعف من إني أسوي هذا. تبغى تقنعني أنك ما أنت اللي اعتديت عليه البارحة؟ البارحة يا سيف أنا ما خرجت من البيت، وإذا ما مصدقني تقدر تسأل الحاجة، أظنك تعرفها إنها ما تكذب. باغي صدقك يا سعود، باغي صدقك، لكني ما قادر. أرجوك يا سعود، أرجوك لا تتهور وتأخذنا كلنا معك. سيف سيف أخفى عليك، بس بغيش تبغاني أحلف لك؟ أنا البارحة ما خرجت من البيت، كنت ميت من الخوف. كيف تبغاني أعتدي على حد وأنا خايف؟ لأنك خايف أخاف تسوي أي شيء. إلا هذه، إلا هذه. أنا ممكن أهدد، ممكن أصارخ، لكن أضرب لا. تعرفني زين، تعرفني زين، وهذا اللي أنا متعجب منه. إذا ما كنت أنت، إذا من؟
انت؟ لا انا ما عرفت هذا الكلام الا قبل شويه من عبيد. يعني في واحد ثالث؟ يعني في غير؟ طيب شكرا شكرا. حتى طارش اليوم ما داوم. وانت ليش بتعب نفسك؟ خلاص مسألة تغيير السكن هذه ما عاد لها معنى. اما عن نفسي فانا قررت اليوم اني اروح الحارة اللي كان يسكنها ناصر، وهناك أسأل عن هذا الرجال اللي جالس يلاحقنا من مكان لمكان. أقول لك شيء وتصدقه؟ ما راح تلقى هناك، هذا إذا حد أصلا يعرف. كلام سعد صحيح، حتى لو أنا مثلا رحت أدور عليه البلد مع أني لقيته هناك أول مرة، ما أظن أني بحصله جالس ينتظرني. لكن رغم كل هذا أنا ممكن أروح مع سالم ونسأل عنه، ويمكن تحصل مفاجأة وحد يعرفه. سالم، انت قلت ان صديقك ناصر من اي بلد؟ اتصدق ما كان يعرف هو من هين، كان مثل الطير، مثل الطير اللي ينتقل من عش لعش. كان غريب. وايش الغرابة فيه؟ مرة حصله مطرب وفنان وعازف ما في احسن منه، وفجأة تحس انه ما يحب يسمع اغنيه. لما تجلس عنده تكتشف انك تعرفه من زمان، وبعد شويه تحس انه غريب عنك. يعني كان غريب العادات والاطوار. يفهم في كل شيء، وفي لحظة يسألك عن شيء كان قبل شوية هو أعرف العارفين عنه. أذكر مرة لقيته على البحر. ها يا سالم، سامع الموسيقى؟ موسيقى؟ أي موسيقى؟ أنا ما سامع شيء. لأنك ما ترقص. أنا ممكن أسمع موسيقى من غير ما أرقص. لكنك ما تسمع هتو يا ناصر. الحين إذا حط طاف وشافك على هذه الحالة إيش بيقول عنك؟ أكيد بيقولوا هذا مجنون. وليش ما يكون صح؟ يمكن فعلاً أنا مجنون. لكنك تختلف عنهم يا ناصر. أنت تقول كلام هما ما يقولوه، هنا بس الفرق. ولو قالوه هما مجانين بعد؟ لا، لأن وقتها بيكون كلام عادي كل الناس تقوله. هنا المشكلة يا سالم. ليش الواحد، أي واحد، لما ينفرد بكلام أو تصرف يقولوا عنه مجنون أو شاف؟ هذه الحياة، هذه الحياة يا ناصر، وهذول هم الناس. أنت منهم يا سالم. وأنت منهم يا ناصر. بس هم صح. أنا أعرف إني أقول كلام لخبط، أنا واحدة ساعات ما فهمه. أنت نسيتني، أنا ليش كنت أرقص؟ كنت تسمع موسيقى. موسيقى؟
بس انا ما سامع غير صوت البحر. يمكن لانك توقفت عن الرقص وانقطعت الموسيقى. الرقص ما هو الاول، الموسيقى هي اللي تبدا. واللي قال لك غير هذا اكيد مجنون او ما يفهم. ما شفت في حياتي حد يغير رايه بسرعه مثله، مع ان كل اللي كان يقوله يقوله بصدق، ما كان يدعي. على الاقل كان يقول شيء، ما مثل ابوه صار له ايام يتبعنا وما يقول شيء. الاول كان واحد، الحين صاروا اثنين، ناصر وابوه. انا جاتني فكره. قول اليوم لما نشوفه نكلمه، الناديه باسمه ابو ناصر، ونسأل عن ناصر. لكن ناصر مات. اعرف ان ناصر مات، بس هذا بيكون بدايه التعارف بيننا. احمد كلامه صح، نسأل عن شيء ما يتوقع. هو يتوقع منه نسأله ليش تابعنا، ايش يريد منا. اما انا فلازم اسير اسال عنه في الحاره اللي كان يسكنها. هذا ظلم، ما لازم يكون ابوي ولا اخوي حتى اكون عندك. هذا ظلم، ظلم. ما حد حد عنده غيري. حرام اني انا اغيب عن الشغل شوي عشان اشوف متطلباته وهو مريض. حرام. ايش فيك يا طارش؟ بغيت اجازه عشان اجلس مع العم علي. البارحه حط ضربه على راسه بقب وشرد. الرجال راسه مشلوع، قالوا لي ان القانون ما يسمح. ما علي يا طارش، المسألة ما تستاهل صراحة. هذا لأنك أنت ما تعرف العم علي. العم علي هو وحده هناك، لما يكون صاحي يقدر لهم، أما تو لازم حد يكون معاه. وإيش صار عن موضوع السكن يا طارش؟ أنا واحد أتكلمه، هم سبقوني وضربوه. أنت تتكلم عن من يا طارش؟ عنه وعنهم وعنكم. وإحنا إيش دخلنا؟ أنتوا اللي بغى تسكنوا، وهو اللي بسكنكم، وهم اللي ضربوه. ايش يا بنتي؟ ليش تبكي؟ حد مزعلن؟ مش ما في شيء، ما في شيء. اكيد فاطمه بنت عم سليمان هي اللي مزعلتني. سعود، ايش بينك وبين عم سعود؟ عشان يجينا ويهدد انك لو ما رجعت لعقلك بيفضحك. سعود جانا؟ ايوه، وبغى يدخل البيت بالقوه، لكني منحته، ما خليته. توصل بيك الجراه يا سعود انك تقتحم بيتي وفي غيابي؟ انا اعرف لك يا سعود. زوينة، من جاب هذه العصانة؟ فاطمة. فاطمة، وش ودها عند فاطمة؟ تقول ان حد امس رماها في حوش بيتهم وكان عليها اثر دم. دم؟
افتح الباب يا حاج، افتح الباب يا حاج حمد. هذه ما نقت تمرض الا الليله، وهذا ما اختار الا الليله. من هنا انا سيف. سيف يا حاج حمد افتح الباب. خير ان شاء الله، مو جايبنك بهذا المطر فنصاص الليالي. ابو حمود، ابو حمود باغنك تسير البيت، زوجته مريضه وادد. عقب احرص، احرص اجيب صندوق الدواء. لا اله الا الله محمد رسول الله. الظاهر ان هذه الليله ما بتعدي على خير. انا ايش اللي ورطني، ايش اللي ورطني؟ بس تاخرت، تاخرت يا حاج حمد، تاخرت. ايش تسوي؟ الطريق كله ماي وظلام في المكان. هاي المريضه، هاي المريضه، داخل داخل داخل. تفضل تفضل. هات صندوق، هات صندوق، صندوق. يا الله، خذ هذا الدواء وخليه في جلاس بعيرة. تحرك شل. صبر صبر. ايش هذا؟ بيريح اكثر. أنا ما شفت شيء، أنا ما شفت شيء. مالك راشد، أنت خايف؟ هات بعد شوية بتنام. باكر أول ما تقوم شربها هذا مع كوب حليب ساخن. إن شاء الله. أحسنت يا أخوي حمد، ما قصرت. لولا كنت إحنا ما عرفنا نسوي شيء. يا سيف. نعم نعم نعم. وصل حق حمد لبيته، وباكر الصبح طرش له راشن شهر كامل، ما ناقصنا شيء، فاهم؟ ان شاء الله ان شاء الله يا ابو حمود. خليك مكانك يا سيف، انا بوصل بيتي وحدي. ما دام عصاتي هذه معاي ما في خوف علي. يلا يلا، في امان الله. الله يحفظك يا الحاج، ما قصرت، كثر الله خيرك. احسنت. أنا أسير البيت، حاسني تعبان، أقصد بردان. اسمعني زين، أنا كان لازم أسوي هذا، لازم. ليش حمد بن ناصر؟ ليش؟ الرجال ما شفنا منه أي أذية. والله إذا مرت السالفة من غير ما حد يعرف فما حد بيتهم، وإذا كان غير هذا فهذا حظه العاثر. أنا ما أقدر أغير حظ حد بيدي. بس قدرت، قدرت تغير حظك بيدك. بكرة تصير غني وتورث هالحرمة، ما عندها حد يورثها غير. ما بيدي، ما بيدي، مخي مخي. معقول يكون بعده حي؟
سيف على هين مسرك ذاك ابوي. العصا؟ عصا؟ العصا اللي ماخذنها كنه ساير يضرب حد. لا يا بنتي لا، تلاقي ساير دكان ابو حمود ولا شيء. خلي يا بنتي خلي، وراش طباخ والطبيب قال لازم ترتاحي، يعني لازم اساعدك. خلي خلي تعرف هذه العصا يا سعود؟ ما غريبة هذه؟ أين شايفة؟ هذه عصا حمد بن ناصر. أحمد بن ناصر وش جاف عندك؟ كانت عندي في البيت فاطمة بنت سليمان هي اللي جابتها. وهيش اللي شلها عند بنت سليمان هذه؟ تقول إن البارحة حد رماها في حوش بيتهم وكان عليها دم، دم علي. دم علي؟ وليش علي؟ لأن علي البارحة انضرب. هذه العصا عصا حمد بن ناصر، أتذكرها زين لما جو شلوه عسكر الوالي للحبس، كانت معاه. هذه العصا ما ممكن انساها ابدا ابدا. ليش علي ينضربه بنفس العصا؟ ومن اللي ضربه؟ سليمان. سليمان؟ ليش سليمان؟ لأن العصا كانت في بيته. سليمان البارحة ما كان صاحي، حتى إنه ما جي يصلي عندنا في المسجد. وسليمان ما جي الحارة إلا بعد ما دخل حمد بن ناصر السجن، يعني احتمال يكون ما يعرفه. واحتمال يكون يعرفه، ويمكن هو راسلنا علشان ينتقم. زينه هو يوم باغي ينتقم ليش يضرب علي؟ المسألة تحير. من بيكون؟ من اللي ضرب علي؟ من؟ أكيد حمد بن ناصر. حمد بن ناصر؟ لا، قول كلام غير هذا. حمد بن ناصر مات، ويمكن ما مات، بس علي قدامي وقدامك أكد هذا وقال إن صدمته سيارة. قال، لكن الحقيقة، الحقيقة إن بينه وبين حمد بن ناصر سالفة، وسالفة كبيرة بعد. أنا ما أعرف أنت ليش ما توافقني إن نترك هذه الحارة. هذه الحارة صارت تخوفني يا سيف. سيف تعال تعال، هين ساير؟ ساير حيث أبغى. والعصا تبقى معي إلين ما يجي صاحبها. صاحبها؟ صاحبها حمد بن ناصر.
بشروني بناصر، سميته ناصر. سميته ناصر يمكن لاني ابغاه ينصرني، يعني ينصرني على الواقع اللي انا فيه، على محنتي. كم اتمنى اني اشوفه، احضنه حتى يذوب داخلي، او اذوب داخله، نتحد يصير غضبي غضبه، او تنسيني براءته كل عذاباتي. لكن بعيد، بيني وبين جدران من ظلام وظلم، قبل لا يجي يبشروني. ويمكن في نفس الوقت اللي انولد فيه حسيت بالنور يتسلل للداخل، يغسل قتامة الحيرة والانتظام، سكن صياحي، ضحكة ملائكة. لكن بعيد، بعيد كأنه. اليوم صرنا اثنين في نفس الغرفة، رجال على وجه ظلم وعذاب أيام وسنين. ما سألت عن اسمه، ولا هو نطق وسأل، لكن رغم هذا لمعة دموعه في عيونه خبرتني الكثير. يمكن أنا بكيت مثله، لكن دموعي ما حد شافها، ولا حتى أنا، لأني كنت وحدي، وحدي. عطشان؟ خذ اشرب. من انت؟ مو تهمتك. انا اتهموني بجريمه قتل، يقولوا اني سميت وحده، اعطيتها سم بدل الدواء، لكن اعرف مو اعطيتها، كان عندها مجرد الم بسيط في البطن. انا اسمي علي، ما جيت من اي مكان بالتحديد، ولكن ساير لأي مكان بالتحديد. تهمتي ما أعرف، ولا حتى هم قالوا لي، كل مرة ما يقولوا لي. كنت تبكي، دموعك كانت في الظلام تلمع. حيران حيران يا أخوي. حمد، اسمي حمد بن ناصر، اليوم سميت ولدي ناصر، اليوم جاني ولد. أنا سميت ولدي سالم، شفته مرة واحدة وبعدها سافرت، كان رزقي بعيد، لما رجعت أدور عليهم ما لقيته، وما لقيت أمه. قالوا لي إنها تركت البلاد وسارت، وقالوا إنها تزوجت. تزوجت؟ لما وصلها خبر موتي تزوجت، لما مسكوني كنت تايه في ديار الله أدور عليهم. يمكن قالوا في داخلهم غريب، لكن في كل مكان قبضوا عليه، تهمته ثابتة. إيه، أنت يخرجوك اليوم ولا باكر؟ لكن أنا ما أعرف متى، ما أعرف متى. هذه المرة أنا بحدد موعد خروجي، أنا لازم أشرد وبطلعك معاي. انت لازم تطلع علشان تثبت براءتك، وانا لازم اشوف ولدي سالم. متى؟ متى؟ ليش ما تكون الليله هذه؟ هم ما يتوقعوا مني اشرد اول ليله، واصلا ما يتوقعوا منك انت هذا بعد. بعد شويه يجي حارس السجن يجيب العشاء، كسره خبز، شويه صح، وخلي الباقي علي. يعني خذ هذه، يمكن تفيدك. ما خذوها مني لما جابوني الحبس، ما خافوا منها لأن عندهم اتفاق. زين، بس لا تنسى دفترات. قلت أنا ما أبغى أدون فيه وصفات الأدوية حتى لا أنساه، لكني ما قدرت أكتب فيه إلا عن نفسي.
مساء الخير حمد. عجب، وين ربيعك؟ حجي. يلا 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 بسرعه قوم. لكنه ينزف دم، انا ما ممكن اتركه. ما في وقت، ما في وقت يا اخوي، بعدين الحراس يتدموا علينا. يلا ما نقدر نشرب بعدين دواء. يلا لا الا هذا، انا ما اقدر، انا ما اقتل، انا اعالج. برايك، بس انا ما يمكن انتظر اكثر، انا ساير. سير معايا يا حمد، لا تضيع الفرصه هذه، ما بدقيك مره ثانيه. بس انا ما اقدر ادرك وانت على هذا الحال. اخاف لو بقيت طول عليك مده السجن. انت لازم تشرد يا حمد، لازم. هو يقول الصح. نعم احنا ما لنا بقى هنا. سامحني يا اخوي، انت ما كنت في يوم من الايام خصيم، سامحني. مسموح. يلا ماشي وقت، يلا سيروا. مع السلامه يا اخوي. اقبض الجرح، لا تخلي الدم يطلع. ولما نروح ناديهم خليهم يعالجوك. لا تخاف علي. يلا يلا يلا، مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. يلا بسرعه يا حمد، بسرعه. يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا طارش، قصد عبيد. عبيد طارش، كل واحد ما بعيد يكون اللي اسم ثالث، وأنا ما عندي خبر. المهم كيف صحتك تو؟ الحمد لله أحسن، نمت طول اليوم، ما وعيت إلا قبل لا تجنت بشوي. عشان كذا أنت ما دقت ريوقك. ما اشتهيت. لكنك لازم تاكل. انا بروح اجهز الغداء، ما تخاف، ما بطبخ، انا جايب الاكل معي من برا. وليش مكلف على عمرك؟ انت وحدك معاشك ما يسدك لاخر الشهر. هذا ما يجي شيء قدام اقفالك علي. فاطمة، حرص حرصة جاينش. أهلا فاطمة، مو هذا جايب عندش؟ جايب أكل حل عمي علي. بس هو مريض، قصدي تعبان، وما يقدر يأكل أكل ثقيل. تعبان؟ مو في. بس هو نايم، لا تدخل عليه. Yes.
شهادتك عمي علي. عبيد يقول انك ما صاحي. مو جابش هذا الوقت يا بنتي. ليش رابط راسك؟ حد ضرب منك على راسك؟ لا لا يا بنتي لا. اقول له ما تطلع في الظلام. عاد وحده عيونك ما مساعدات انك كفر بحصاه وطاح. او حد ضرب انه بعصا على راسه. عصا؟ لا 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 يا بنتي لا. من قاله؟ انا فعلا طحت وتعورت. عصا متينة شكلها قديم، البارحة حد رماها في بيتنا كان عليها دم. يمكن حد ضرب بها كلب ظال. هي ذكرت انا اليوم شفت كلب مضروب على راسه مقتول، والصبح وانا رايح الشغل شفت عمال البلدية شالينه. لا 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 انا ما اصدق. انت اكيد حاول تخبي علي شيء. مثل ما قالش يا بنتي، مثل ما قالش. صحيح نسيتيني، كيف حال ابو اشتوى؟ قولي له يا بنتي سامحني لاني ما قدرت ازوره اليوم. هو بخير، خذني معاه المستشفى اليوم. ومو قالش الطبيب؟ ما قال شيء، ولو انه كان باغي يقول. طلب مني اسوي بعض التحاليل وراجعه بعد يومين. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. سير البيت يا بنتي. انا معي عبيد، لا تخافين علي. سير البيت يا بنتي، لا تتاخرين على ابوش. توكلي يا بنتي. ان شاء الله. في من الله؟ كيف الواحد يتكفر ويطيح على ورا؟ كيف؟ ها؟ فهمني. سير وراها يا عبيد، رد الباب من الداخل ورجمه، وتعال تغدى معي. ان شاء الله ان شاء الله. عصر.